قام حملة على قاعدة مبادرة يكون فيها جملة من نقاط وجملة من مهام، أبناء الأحزاب اللي راوا رواحهم في الحملة هذه كي يتوجدوا فيها. وهذه مش حاجة معناها منبوذة ولا مش باهي ولا الأحزاب باش تركب. أحزاب إذا كان جات قادرة إنها تخوض حملات، معناها تخوض معارك من أجل مهام، راه عملت حملات باسمها. أما لأنها ضعيفة وزادها ضعيف من منخرطين ومن شباب ومن كذا، فيتفرض عليها على كونه كيف يبادر الشباب بحملات بعيدة عن الأحزاب السياسية ولا على اليافطة السياسية ينخرطوا فيه، وهذا أمر محمود. هل سينقل أبناء الأحزاب أمراضهم وحساباتهم السياسية إلى الحملات أو لا؟ هذا كما نتحدث فيه. هي الحقيقة علاقة الأحزاب بالحملات معناها تختلف من حملة إلى حملة، ولكن تقريبا الخيط الرابط ما بيناتها أنه الأحزاب علاقتها بالحملة كانت تقريبا مربوطة حسب مطالب الحملة هذه. ولهناك نحكيه على أحزاب، فما الأحزاب الحاكمة وفما الأحزاب اللي في المعارضة. الأحزاب المعارضة، ولهنا نحن نخص بالذكر بطبيعة الأحزاب الديمقراطية والأحزاب المدنية والأحزاب المتشبثة بأهداف الثورة، العلاقة متاعها مع الحملات كانت دائما علاقة معناها تعاون تكامل بطبيعة الحال، فهمتني؟ معناها العلاقة ما تخلوش بعض الأحيان، فهمتني، من اختلاف في وجهات نظر، لكن السائد هو علاقة التعاون والتكامل هذه. علاقة الأحزاب بالحملات ربما نستطيع أن نميز طريقتين في التعامل. هناك أحزاب تريد أن تهيمن على الحركات، تريد أن توظف هذه الحملات، وهناك أحزاب تتعامل مع الحملات باعتبارها شريك وتشجعها، وعناصر هذه الأحزاب في الحملات يدافعون عن الحملة داخل أحزابهم وليس العكس، لا يدافعون عن أحزابهم داخل الحملة. بعض الأحزاب حاولت أن تسيطر على الحملات، حاولت أن تستقطب عناصر من الحملات، حاولت أن تهيمن بخطابي على الحملات، حاولت أن تتعسف على الحملات. لسنا في منطق الحملات المستقلة تماماً عن الأحزاب السياسية أو عن الجمعيات السياسية أو عن القوى السياسية بشكل عام. هناك حملات يمكن أن تطلقها قوى سياسية، وفي هذه الحالة يجب أن نتساءل لماذا تحتاج الأحزاب إلى هذه الحملات. هي تحتاج إلى هذه الحملات لأنها تشعر أولاً أن أساليبها القديمة غير ناجعة، غير مجدية في الاستقطاب والتنظيم والحشد إلى آخره، كل تلك المهام التي توضع عادة على كاهل الأحزاب. ولكن من ناحية أخرى هي أيضاً هذه الأحزاب أو هذه الجمعيات السياسية تلاحظ أن هناك نوعاً من التفجر في النضالات، كما يقال الشارع فيه حركة كبيرة، وهناك اندلاع لجملة من التحركات التي قد لا تكون مراقبة أو قد لا تكون منظمة أو قد تكون غير مسيطر عليها إلى آخره. وإذن هذا كأنه يسحب من تحتها نوعا من البساط، أو على الأقل يحتل ساحة يفترض أنها هي التي تؤطرها وتنظمها. فكأني بالأحزاب أقرب إلى منطق المواكبة التي تحاول أن تتلقف نوعا من التأخر بالنسبة إلى هذه الحملات. وحكومة الاستعمار والأزهار شالت دار حال الطوارئ، حال الطوارئ الشعبية. إحنا المشكل إن ما نصرحوش رويحنا، ريت احنا نطالبوا من الاحزاب انها تنتقد نفسها وانها تنقد روحها وانها تكتب كراسات ووثائق على اسباب فشلها في اكثر من محطه، سواء انتخابيه او غير انتخابيه. اما احنا ما راجعناش لماذا فشلت الحملات الشبابيه. فشلت الحملات الشبابيه من احد اسبابها انها لم تكن افقيه. لم تكن الحملات الشبابيه افقيه. كيفاش كانت الحملات الشبابيه؟ كانت تحكمها امراض، فشلت لأنه كانت فيها تنصيبات، وهذا اليوم يحكي باسمك، وهذا اليوم فما حملات تعملت لدو يبدو زوز يحكيوا على نفس الحملة، كل واحد عنده برنامج وهم نفس الحملة، وكل واحد يقول لك أنا اللي عندي الباتين ده والفونت كاميرت حديث باسم الحملة هاي. لم تكن حملات أفقية. لو كانت حملات أفقية لكانت حملات شعبية. حقيقة يجب أن تتطور أشياء كثيرة. أن نحن من ندعي تثوير البناء والفئات والطبقات، يجب أن نثور علاقتنا بعضنا ببعض،
يجب أن نكتب كثيرا، يجب أن نتكلم، يجب أن نتحاور، يجب أن نخرج من منطق الغرف المغلقة والدكاكين الصغيرة والشعور بأن هناك من يخطط في مكان ما في غرفة خلفية لتحركات تصير في الشارع، وأن هناك من يريد أن يوظفها، وأن هناك من لا يناقش المجموعة، لا يناقش المجموعة الواسعة بهدف الإقناع والتفاعل، هو يناقشها فقط إما لأن يفرض ما يريد أو أن يخرج منها ويدمرها. هذا السلوك الحقيقة يجب أن نتوقف عنه، وهذا سلوك غير شائع وغير موجود كثيرا. لحسن الحظ طورت الشبيبة قدرات وذكاء في محاصرة هذا النوع من السيطرة ومن التفكير.